اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه بثبات تام وبتركيز شديد جدا بتقف ضيفتنا العزيزه امام كل منافسيها في ساحات المبارزه. اعتادت تمارس هذه الرياضه وهذه اللعبه من اول ما كان عمرها 12 سنه بس، سرعان ما صنعت لنفسها اسم بيذكر في المسابقات الاولمبيه، حتى كانت الميداليه الذهبيه لمنافسات سلاح السيف فردي من نصيبها في دوره الالعاب الافريقيه اللي اقيمت في المغرب العام الماضي. ندى حافظ لاعبه سلاح السيف واللي شاركت في اولمبياد ريو 2016 واصبحت من اهم الاسماء ومن اهم النجوم في هذه الرياضه. صباح الفل عليكي ومنورانا، اهلا بيكي. صباح الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله. صباح الفل يا ندى. صباح الخير. اسم يعني الرياضه نفسها عملت مشكله في البدايه، علشان هي السيف ولا الصبغ، عشان هي اصلا حاجه فرنش يعني في فرنسا كمان نشات. يعني خلينا نعرف منك بقى اصل كمان الاسم والرياضه نفسها. اوكي، هي الرياضه في الاول اللي الناس مش بتكون عارفين هي ثلاث انواع مش نوع واحد، كل نوع ليه اسم بتاعه وليه القوانين بتاعته المختلفه. اول نوع اللي انا بلعبه هو سلاح السيف بالعربي، وبالفرنسي سلاح الصبغ. النوع الثاني هو سلاح سيف المبارزه وبالفرنسي ايبي، واخر نوع هو الشيش وهو ده الفلوري. وايه الفرق بين الثلاثه؟ كل فرق بقى، كل نوع ليه المكان اللي بنحط فيه اللمسه، الهدف بتاعه مختلف، اللبس بيبقى مختلف، بس هو من بره بيبقى شكلنا واحد، بس يعني بيبقى فيه شويه اختلافات بسيطه. اول مره اخد بالي ان لبسي مختلف. ما مش بتبين قوي يعني. بس بيبقى برضو التارجت او الهدف اللي بنحط فيه اللمسه مختلف، وبيكون السيف نفسه شكله مختلف. مثلا سلاح السيف اللي انا بلعبه بيكون الهدف بتاعنا باللمس، مش بيبقى فيه يا اما توش يا اما لمس. انا النوع بتاعي باللمس بس، وبيكون في الجزء اللي فوق بالراس. سيف المبارزه مثلا بيكون الجسم كله حتى الجزمه، بس لازم بالتوش مش باللمس. واخر نوع الفليري بيكون بس في الجزء بتاع الجسم، وبيكون برضو بالتوشي اللمسه. توشي بالفرنسي. البرنامج بقى دولي يا اخوان، البرنامج ده عالمي. طب ندى، عرفينا عن اصل يعني نشات في فرنسا امتى؟ مين اللي كان في الاول يعني الناس اللي هم النوبل اللي هم اللي كانوا في الاول بيمارسوها؟ خلينا نعرف. هي اللعبه طبعا من زمان جدا، اكيد كل الناس كانت بتشوف الناس هم حتى في الافلام زمان كانوا بيلعبوا بالسيف مع بعض، هو ده كان حقيقي يعني، ما كانوش بيمثلوا قوي. فاللعبه من زمان قوي وليها تاريخ طبعا عظيم، وهي اصلا فعلا نشات في فرنسا، عشان كده معظم الكلمات بتاعتنا بتكون بالفرنسي. يعني التحكيم حتى اون غارد بري الي كله حاجات بالفرنسي. ف بس قويه في البيت وانت داخله اي مباراه. بس فكره ان السيف ورياضه سلاح السيف او يعني المبارزه بالسيف، مش تحسيها وخصوصا ان انت ابتديتيها بدري من سن 12 سنه على حد علمي؟ ده مش بدري قوي يعني بالنسبه للسلاح. بس انا قصدي اقول لك ان هي ممكن تكون اختيار صبياني اكتر للاطفال اللي في المرحله السنيه دي. صح كده؟ لا انا ما بحبش عامه موضوع ان هي اولادي او في الالعاب عامه، لان هي طبعا بس انا بتكلم ان يعني شيء ملفت للنظر ان في رياضات بعينها بتلاقي ان نسبه المشاركه النسائيه فيها نسبيا اقل من المشاركه الرجاليه. بالظبط، بس هي السلاح تبان من بره ان هي فيها عنف او كده، بس هي العكس خالص. السلاح كله عباره عن تكنيك، ويكون في سرعه رد فعل، ويكون في سرعه في القوه، يعني الموضوع مش كله عنف يعني، لا خالص. ذكاء وسرعه رد فعل، وازاي تكنيك، وازاي افكر في اللعبه بسرعه تحت ضغط، يعني كل ده ما اظنش ان في فرق بين ولد وبنت. طبعا لما تيجي تتكلم عن الذكاء بقى خلاص كده المرأة عدت. احنا هنعرف نتكلم بجد، مفيش مقارنة. احنا بالاسواعيين احنا مفيش مقارنة. فالموضوع مش عنف، ومش لعبة مش زي ما بيبان، لا الموضوع فيه وراه، احنا بنبقى بنفكر تحت ضغط كتير، انا هعمل ايه دلوقتي في الماتش. فلا يعني مش زي ما بيبان، مش صبياني. طب نادى، معلش قبل ما نخش تفاصيل اكتر عن الرياضه وبطولاتك والكلام ده كله والاولمبياد كمان اللي انت كان عندك 19 سنه وقت ما روحتي وفزتي فيها، عرفينا اكتر عنك، يعني بتدرسي ايه دلوقتي؟ هي نعرف اكتر. انا بدرس في كليه طب قصر العيني. انا رايحه سنه سته. كان نفسي الاولمبياد تتلعب في الوقت طبعا من غير الكورونا والحاجات دي، عشان دلوقتي هبقى بقى سنه سته وكده، بس الحمد لله ممكن ده يبقى احسن عشان الوقت بقى ان احنا نتمرن اكتر، يبقى عندي وقت اكتر. بالظبط. ف بس مدرسه طب. يعني انت دكتوره وبطله، مثال حقيقي محترم جدا بجد. باجد بجد، برافو عليك. طيب عايزين نعرف منك الرياضه بشكل عام في مصر، الرياضه دي تحديدا
وضع مصر ايه بالمقارنه بالدول الثانيه اللي هي متميزه في اللعبه دي، وخصوصا ان احنا اهو عندنا ابطال وبطلات فيها؟ احنا فعلا فين بالمقارنه بدول العالم؟ احنا بدانا دلوقتي نخش قوي، ان احنا بقينا عندنا فريق بتاعنا فيه عدد كبير متاهل لاولمبياد طوكيو ان شاء الله 2021. فابتدينا دلوقتي بقى عندنا جهاز فني كبير، بقى عندنا من اول مدير فني اداري دكاتره دكتور بنات ودكتور ولاد. اتحاد اللعبه في اتحاد طبعا، ودلوقتي الموضوع بقى مختلف. يعني احنا قبل كده ما كناش بنسافر كل البطولات في الموسم، كنا بنسافر مثلا بطولات معينه لو سافرنا. دلوقتي الحمد لله بقينا بنشارك تقريبا في كل البطولات المؤهله للاولمبياد، وحتى الناشئين بقوا بيسافروا. الموضوع اختلف بشكل واضح، ان احنا بقى في جهاز كامل بالاداريين بالدكاتره. ما كانش عندنا قبل كده دكتور بنات ودكتور ولاد، دكتور للبنات ودكتوره للولاد. فالموضوع بقى عندنا كمان، كان حاجه مهمه قوي وانا شايفه كانت ناقصه السلاح، ان يبقى عندنا دكتور منتل. ان اللعبه بتاعتنا بتعتمد بشكل كبير قوي على الجزء النفسي، ان انا مثلا المود بتاعي او انا نفسيتي في الماتش لازم حد يكون فاهمني وحد يكون عارف يعمل ده، فبقى في دكتور نفسي اللي هو التاهيل النفسي يعني. بالظبط، ده كانت حاجه ناقصانا جدا، وابتدت تبقى دلوقتي موجوده معانا حد كويس جدا. فانا شايفه ان كل ده ابتدى يخلينا نطلع لقدام قوي بالنسبه للدول الباقيه. احنا كنا بنقول زمان هم جايين بفريق كامل، جايين بالدكتور بتاعهم، جايين بالطبيب النفسي بتاعهم او اللي هو المنتل كوتش يعني. دلوقتي احنا بقينا معانا ده، طبعا هنطلع خطوه خطوه، بس احنا قربنا قوي. وفي عدد كبير قوي من منتخب مصر السلاح متاهلين للاولمبياد في الثلاث انواع يعني. طب لو احنا اتكلمنا اكتر دوله في العالم يعني واخده مركز اول في السابق، ده ايه بقى؟ تقريبا في الصبر ممكن بالنسبه للبنات هيكون روسيا، من اجمد البلاد عندنا في البنات، وفرنسا برضه. اوكي، سمعت ان فرنسا الاسم الاول اللي هيتقال من يعني هو روسيا وفرنسا اكتر ناس بيتنافسوا مع بعض في البنات صبر. اوكي، طب انت بتخططي ايه الفتره الجايه؟ هل في مثلا بطولات معينه حاطه عينك عليها وبتستعد لها؟ احنا دلوقتي كل هدفنا ان احنا عايزين نتاهل اولمبياد طوكيو اللي اتاجلت. ممكن زي ما قلت ان دي تبقى احنا خدنا وقت اكبر ان احنا نتاهل، فممكن ده يكون كويس ان احنا نتمرن احسن السنه دي فنعمل نتائج احسن هناك. دلوقتي المفروض الاتحاد الدولي قال ان اللعبه هترجع ان شاء الله من يعني البطولات الدوليه من اول نوفمبر، فاحنا بنجهز بقى لبدايه الموسم الدولي يعني. طب انا سمعت حاجه كده ما اعرفش انت تشرحي لنا اكتر يعني. انت بتحبي تلعبي كره قدم كمان صح؟ لا لا مش بحب حقيقي. اشاعات دي اشاعات، دي اشاعات تقريبا، دي اشاعات. لا ماليش خالص بجد، ولا بتتابعيها؟ وانا بتابعها الصراحه. يبقى دي اشاعه يا جماعه. الكلام بيتكلم فعلا. طب ايه رياضه ثانيه غير مثلا الصبغه؟ اصل دي برده مش رياضه كومن لو هنتكلم بصراحه، هي مش رياضه مالوفه. فايه رياضات ثانيه اللي انت بتحبيها؟ انا كنت قلت لك جربتيها متأخر. حتى بدات عندي 12 سنه، ده في السلاح يعني سن كبير يعني، عاده بنبدا 8 9. بس انا كنت بلعب جمباز، فهو ده انا حاسه ان دي حاجه ساعدتني قوي في السلاح. كنت جايبه اول فرد عام في جمباز تحت 11 سنه، فحاسه ان دي يعني كانت الرياضه اللي بدات بيها، والجمباز بحسه بيساعد بعد كده على بقيه بيساعد قوي في بقيه الرياضات. انت في حد ذاتك يا ندى يعني دليل على صحه المقوله اللي بتقول ما معناه ان ممكن جدا الانسان يبقى متميز في الرياضه من غير ما يهمل بقيه عناصر حياته من دراسه. انت بتدرسي طب وبطله ومحققه انجازات كبيره جدا، فتقولي لايه تحديدا حتى لاولياء الامور او الاهالي اللي بيخافوا على اولادهم من الافراط في ممارسه الرياضه او التدريبات على حساب الدراسه؟ انا بحس الموضوع هو تعود يعني. انا من وانا صغيره جدا بروح المدرسة، هو أنا عندي روتين في اليوم، حتى باكل في العربية، نروح نلبس بسرعة، عندي تمرين يعني، هو ده روتين اليوم. أنا متعودة بلحق أذاكر بسرعة علشان عندي امتحان يعني. أنا هو ده. بس أنت طب بتذاكري بسرعة دلوقتي طبعا يعني بتذاكري بسرعة، ما أنا كنت تأنيتي في الدراسة بيبقى أنا بحس تعملين. اللي بيلعب رياضة بيكون استيعابه سريع يعني، بحسه أسرع من كده. فأنا هو بالظبط زي ما حضرتك قلت، أولياء الأمور، إن الرياضة مش بتعطل خالص عن الدراسة، العكس، هي بتخليه مش اذكى بس بيستوعب بسرعه، لان هو مضطر يعني، هو مضطر يبقى في ده ومنظم اكتر تقريبا برضه. بالظبط، تنظيم الوقت برضه. انا مثلا مامتي واهلي، مامتي وبابايا كانوا على طول بيساعدوني على ده، فانا شايفه ان دي حاجه حلوه، ان مستحيل هم نفسهم بيمارسوا رياضه هم برضو كانوا يعني بيمارسوا رياضه، بس مش الطبيعي ان احنا نقول الرياضه بتوقف الدراسه خالص.
في تنظيم وقت كويس قوي. اليوم فيه 24 ساعة ممكن نعمل فيهم كل حاجة. في ناس بتضيع ساعات أكتر بكتير حاجات غير الرياضة مش مفيدة. فاحنا لو عملنا الوقت خلاص هو منظم على التمرين على المدرسة أو الجامعة. أكيد برضو بتفرق لما يكون الأب أو الأم أو هما الاثنين معتادي ممارسة الرياضة بالزبط. بتسهل مأمورية الموضوع اللي أنا بكلمك فيه ده، غير لما يكون هما نفسهم بعيد عن الرياضة فبيقلقوا بقى من الممارسة. على قد استيعاب الموضوع إن هو عادي، إن هو يشوف إن في حد عمل ده عادي. يعني بحس إن هي حاجة يبقى في تفاهم، يعني تفاهم للموضوع حتى لو هما مش ممارسين الرياضة يبقوا متفاهمين إن الموضوع مش بيعطل خالص، ما يضغطوش عليكي بقى من الناحية التانية. بالظبط. بس بتجيبي جريدز كويسة ده يعني الحمد لله. طيب عايزين دكتورة برضه ناكل الله ده شيء أكيد. حلوة الصور دي قوي برضه. تقولي لنا كانت في أولمبيكس ريو في الأوبننج. بحب اليوم ده جدا يعني. بحب اركب خيل قوي. اركب خيل بقى. طب ما انا سالتك رياضه ثانيه ده عشان تعرفي تعملي. دي هوايه يعني بحب قوي اركب خيل. برافو عليك. ده واضح التمكن كده. انا لو مكانك بقى كان زماني على الارض. هي مخيفه شويه. ودي برضو في ريو الرينج بتاعت الاولمبيكس. حاجه جميله لما الواحد يكون طرف في دوره اولمبيه. طبعا اكبر حدث تقريبا، اكبر حدث رياضي في العالم تقريبا. كل الرياضيين في مصر او في العالم كله بيكون هدفهم الاولمبيكس. طبعا ده والدك. ده بابي في الجراديويشن. انا مش ثقيله بس هو يعني كان بي ملامح الفخر. ايوه. طب بصي يا ندى، انا هستغل وجودك معانا كنموذج لشابه مصريه ناجحه تمام على الصعيد سواء الرياضي او الصعيد كمان العلمي، وان شاء الله يبقى المهني في المستقبل. لان ممكن يكون بعض الشباب بيتفرج دلوقتي هو شايف انه لسه تايه، لسه مش عارف يعمل ايه. ممكن يكون ناجح في مجال بس لسه بقيه المجالات مش ناجح فيها. وانا بعتقد واحنا دايما الرساله اللي بنوصلها خلال برنامج بنحاول نقول ان الشخص الناجح لازم يكون ناجح على الاصعده المختلفه. فرساله منك لهذا الشاب او الشابه اللي الى حد ما بيضيع وقت زي ما انت اتكلمتي على الموبايل، على السوشيال ميديا، على حاجات بجد هي يمكن هتمتعك في اللحظه دي لكن مش هتفيدك ابدا، بالعكس هتخسرك كمان في المستقبل. فانا عايزه منك مسج انت تطلع منك. اي مش لازم رياضه مع دراسه. اكيد الدراسه مهمه، اكيد اهالينا كلنا لازم نطلع دارسين حاجه مهمه. اهم حاجه يعني انا بدرس طب، انا بحب طب. يعني مش لازم حد يكون بقى اللي هو اشطر حاجه في الدنيا، بس انا بحب الموضوع فعارفه اعمله. بحب رياضتي فعارفه اعملها. مش لازم نفس، مش لازم طب، ممكن اي كليه ثانيه، ممكن اي حاجه غير الرياضه. ممكن بيحب يلعب ميوزك، بيحب يرسم، عنده بيحب موهبه معينه، مهاره معينه، اكيد عنده حاجه يعني. صح اكيد. صح. فمش لازم الاثنين الاكزامبل ده خالص. ممكن اي جامعه ثانيه يكون برده شاطر فيها وعشان بس يكون بيحبها. يعني انا بالنسبه لي دي اهم حاجه. ما هو انا ممكن اكون في طب بس مش حباها، مستحيل هكمل فيها. ممكن اكون في اي جامعه ثانيه انا ده انا شايفه نفسي فيها مثلا. موضوع كليات القمه وكده انا لا، يعني انا شايفه يعمل حاجه هو بيحبها احسن. واي هوايه تانية ويحاول ما يقعدش يقول انا هضيع فيها وقت. لا احنا بنضيع وقت كتير قوي في حاجات تانية. حضرتك ما بتضيفش بس في نقطه كمان مهمه قوي لو تسمحي لي، هي الاصرار. يعني انت اكيد دلوقتي قاعده معانا وبنتكلم عن نجاح وانت لسه صغيره في السن، بس اكيد انت ما وصلتيش لكده بسهوله. يعني بني ادم الناجح اللي احنا بنقرا عنه او بنشوفه سواء شخصيه محليه او دوليه هو ما وصلش للي هو فيه ده بسهوله، هو اكيد واجه صعوبات كتيره قوي. فانت من خلال او يعني كنموذج معانا عايزه برضو توصلي رساله في حته الاصرار على النجاح. احنا اكيد بنخسر. يعني الناس لما بتشوف ان احنا مثلا طالعين بنقول كسبت بطوله وكذا، انا اكيد قبلها خسرت بطولات كتير. لما بيجي حد صغير في السلاح يقول لي هو انت ازاي بتكسبي، بيبقى شايف ان انا بكسب وهو لسه مش بيكسب. بقول انا كنت زيك، كنت اكيد بخسر واكيد كان في ناس اكبر مني بتكسبني وما كنتش يعني اصل حاجه، بس لو كملت ما يأستش ان انا بخسر فخلاص انا هبطل اللعبه دي. بمناسبه الكلام عن الصعوبات، ايه الصعوبات اللي واجهتك لغايه لما حققتي الانجازات المهمه المحترمه اللي انت حققتيها؟ وطبعا عشان توصلي للمرحله دي وتوصلي ان انت تشاركي في دوره اولمبيه اكيد خضتي المئات والمئات من المباريات او المبارزات. فعايز اعرف برضو منك اصعب مبارزه او اصعب مباراه وذكرياتك في الدوره الاولمبيه اللي انت اشتركتي فيها. هو في مباريات بتكون بيكون الستريس او الضغط كبير فيها، حتى لو بتكون صعبه انا بكون اللي هو في بطولات عايزه اكسب. اي بطوله بنزلها ببقى قلقانه، حتى لو بطوله سهله انا ببقى قلقانه لان انا عايزه اطلع احسن حاجه عندي. وزي ما قلت لحضرتك لعبتنا محتاجه يبقى دماغنا صاحيه شغاله، المود كويس. فاي بطوله بنزلها ببقى تحت ضغط اكيد. اكتر بالنسبه لي فترات بتكون صعبه لو انا عندي امتحانات مثلا مع بطوله فيها سفر،
فدي بالنسبه لي بيكون ان انا اعرف انظم ان انا طب هاجل الامتحان، هروح البطوله، هعتذر عن البطوله. يعني ده بيبقى اكتر وقت فيه ضغط بالنسبه لي، ان انا هعمل ايه يعني. ببتدي بقى اوصل للناحيتين. يعني الحمد لله لحد دلوقتي يعني قدرت اعمل ده، بس يعني يا رب اقدر اكمل اللي عامل كده. البرنامج ده وشه حلو على الناس، خلينا الحمد لله. الحمد لله هتطلعي من هنا طريقك هيتفتح. يا ندى اسمعي مني، وناويه تتخصصي في ايه بقى في الطب ان شاء الله؟ انا عايزه اتخصص اطفال ان شاء الله. حلو، حلوه قوي. بس لسه يعني نشوف هيحصل ايه. بس لان خلي بالك برضو لازم، انا يعني طبعا ما اقدرش اقول لك، بس اكيد هيكون في لحد ما كفه لازم ان انت تركزي معاها اكتر. اكيد ده هيحصل في وقت، بس انا على قد ما بقدر احاول ابعد الوقت ده. يعني حاسه ان هو ليه ما كملش لحد ما اكبر؟ يعني عاده بنات في مصر مش بيكملوا لسن كبير مثلا، فليه ما نحاولش نعمل ده ونكمل لسن كبير جنب صح. حاجه برضه. ربنا يوفقك يا ان شاء الله. نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله يكون لقائنا معاكي المره الجايه وانت مليانه للاستوديو ميداليات ان شاء الله. شكرا لكم. طيب احنا كده الفقره دي خلصت، فاضل فقره واحده زي ما كنا بنقول لحضراتكم، هي مع النجم عمرو رمزي. الناس ابتدت تبعت من دلوقتي اللي حابب ان هو يساله اي سؤال خاص بالفن او حتى الرياضه، لان احنا زي ما كنا بننوه في بدايه الحلقه، احنا دايما حابين نربط الرياضه بمجالات الحياه المختلفه منها السياحه وغيره، وحتى ممكن الاقتصاد على فكره، وكمان بنتكلم هنا عن الفن. ابعتوا لنا من دلوقتي، لسه في فرصه. فاصل ونرجع نرحب بالنجم عمرو رمزي.